هلا نوري بعد ما حطيناه في الليكويد نيتروجين نغمسها، تقعد في الليكويد النيتروجين من دقيقتين لثلاثة دقائق، نغمسها بس نتأكد إنها هي صارت فروزن، نغمسها جوا لأنه القصدير حيبدأ يطفو على السطح، فلازم نتأكد إنهم كلهم اتفرزنوا. كلهم ندخلهم جوا في تحت الليكويد نيتروجين عشان أضمن إنه كلهم اتفرزنوا كويس، دقيقتين ثلاثة دقائق. أقعد أنا بريس لأنه كل ساعة حيطفو على السطح، فلازم أضغط عليهم. إذا عندك فورسيبس اللي هو ملقط، بالملقط ممكن تضغط تثبتهم تحت فور دقيقتين ثلاثة دقائق. بعد كده تخليهم يطلعوا على السطح. طبعا أنا حبدأ أشيلهم بالملقط. انتبه، ترى الليكويد نيتروجين ممكن انه يلسعك، فكون حريص. هجيب ملقاط، مش عارفة الاقي ولا واحد قريب من هنا، ماني عارفة اسرق من فين ملقاط. يب، ايوه اهو ملقاط. بعد كده تبدأ تشيل العينات تبعتنا بعد ما غمستهم كويس لآخر مرة، تبدأ تخرجهم برا. شايف الحبر ما راح، عينة رقم واحد. أنا عندي أكتر من عينة، حبدأ أطلعهم كلهم دحين. شايف هذه اتنين، كلهم حطلعهم برا عشان حبدأ أحطهم في الفريزر. خلاص فضلت لي واحدة عينة. شايف أنا كتبت الاسم، أنا أحيانا أكتب الاسم كمان لأنه أنا غير، عندي different species. شايف الاسم، ممكن تحط الوزن تكتبه برضو عليها على السطح، أو إنك تكتبه في الورقة وترجع أنت للوزن بعدين. نغطي ده، حبدأ أعمل لها ستور، هحطها كله في كيس واحد. اعتقد انه ماني لاقي الاكياس. باي انيمين، شوف هذه هي الاربعه تبعتي، حبدا احطها في الدرج تبعي في ماينس 20. حبدا احطها في الفريزر. خلاص هنا هحطها في مكان. لغاية ما أعمل زي كده، أنا حطيتها في الفريزر دحين ماينس 20. لغاية بكرة إن شاء الله هسجل لك كيف نعمل دي نيكستراكشن بإذن الله. هذه أول خطوة.